عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح يعني وكأنه صلاها في وقتها فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يقول هنا يقول هنا وليس هذا الحكم خاصا بالصبح والعصر وإنما هو عام في كل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة الآن قضاء الفوائد عن أنس رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها طب شو كفارتها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها متى ذكرتها فلتصليها أنا بعض الناس بتفاجأ يقول لي أنا مثلا فاتتني صلاة الظهر خلاص بصليها في اليوم الثاني مع صلاة الظهر الثانية ليش يا أخي وهل تضمن فليصليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم متى ذكرها شيل هذه الأمانة من رقبتك إذن هذا الأصل أن يصليها متى ذكرها طب شيخ ممكن أصليها في وقت كراها نعم ممكن أن تصلي حتى لو كانت في وقت كراها وسنأتي إلى هذه المسألة الآن لمسألة الأوقات المنهي عنها وهل يجوز أن نصلي في هذه الأوقات ولا لا سنذكر هذه المسألة إن شاء الله هنا المؤلف حفظه الله يرجح رأيا قويا حقيقة هل يقضي من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها يعني واحد أذن العصر ما قامش صلى العصر راحت عليه صلاة العصر هل يقضيها دخل وقت المغرب هل يقضي صلاة العصر طبعا هسه احنا نقول نعم يقضيها هنا يرجح رأيا قويا حقيقة ألا وهو قال ابن حزم رحمه الله إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض لكل صلاة فرض وقتا محدد الطرفين شيك متفقين على ذلك صلاة وقتها محدد بين طرفين يدخل في حين محدود ويبطل في حين محدود قال فلا فرق ركزون فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها لو صلينا صلاة العصر قبل وقت العصر مقبولة قال فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها قال لأن كليهما صلي في غير الوقت قال وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع يعني إحنا هذا اللي ترك الصلاة عمدا في هذا الوقت لما نقول له اقضيها طيب عندي أنا دليل أو مستند إنه أقول له اقضيها الآن هون شو بقول وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع يعني الشرع الذي أمرنا بذلك والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هون مهمة ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تعالى ذلك يعني كان بينها صلاته غير مقبولة طبعا يقطع الصلاة قولا واحدا لأنه رح نجي إحنا الآن هذا بحث آخر يكملها كنافلة نعم فهمت علي ولكن لا تعد فرضا يعني السؤال حتى الأخوة والأخوات لو أحد الأخوة مثلا بدأ الصلاة ظنا منه أنه قد دخل الوقت صلى ركعة ركعتين وإذ به يفاجأ أنه الأذان أذان المغرب بلش إيه طب شو اللي عم بصلي أنا بصلي المغرب وإذ به يفاجأ أنه أنا أصلي في غير الوقت أكملها من باب أنها نافلة وليست محل الفرض لأنه العلم بدخول الوقت فهمت علي أحد الشروط المهمة في مسائل الصلاة التي سأذكرها لاحقا بإذن الله هنا أيضا حتى أكمل
يقول ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا نسياه ولا تعمد إعناتنا بترك بيانه وما كان ربك نسيا. يقول وكل شريعة لم يأتي بها القرآن والسنة فهي باطل. حقيقة رأي وجيه، حقيقة. يعني واحد زي ما بقولها سنوات الصبا اللي ما صليناه، بنقول يا أخي من باب يعني الرحمة والرأفة وغير ذلك، يا أخي لو قضيت لو صليت، فهمت علي؟ يعني لعل وعسى هذه النوافل التي تصليها تكون لك عونا ورافدا يوم القيامة، أو تكون لك زي ما بقوله تجبر عنك الخلل الذي قد فاتك في حياتك. طيب، هنا مسألة مهمة، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات، أي ثلاث أوقات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. الأولى حين تطلع الشمس بازغة، اللي هو وقت ما بعد الفجر، اللي هو طلوع الشمس هذا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، فإذا ارتفعت جازت الصلاة. قال وحين يقوم قائم الظهيرة، الوقت المنهي عنه اللي هو التسع دقائق اللي اتفقنا، حتى يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. قال وحين تضيف الشمس للغروب، أي تميل للغروب حتى تغرب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي، لماذا نهانا عن الصلاة في هذه الأوقات، بقوله لابن عمرو بن عبسة صلي صلاة الصبح. النبي بيقول لعمر بن عبسة قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. طب ثم صل فإن، طبعا هذا الكلام من بعد شروق الشمس إلى وقت الظهيرة، هذا وقت صلاة الضحى، صلاة أيضا مباركة سنأتي ببيانها بإذن الله تعالى، ولكن صلي حتى يستقل الظل بالرمح، يعني ما بظلش في ظل، اللي هو قائم الظهيرة، ثم أقصر عن الصلاة في هذا الوقت فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، يعني من بعد صلاة العصر الأصل، يعني فهمت علي اللي هو وقت الكراهة هذا، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. طيب، هنا مسألة في غاية الأهمية، ويستثنى من هذا النهي زمان ومكان على أساس أنكم تستوعبوا الفكرة. يستثنى من هذا النهي، من هذه الأوقات الثلاثة، زمان ومكان. أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، يوم الجمعة بتشوفوا أنه مثلا من بكر وابتكر، مثلا الناس بتيجي بدري على الصلاة، الآن بعض الناس يجلسوا انتظارا لخطيب الجمعة، والسنة التي ستسمعونها أن السنة بخلاف ما نفعل أو بخلاف ما يفعل بعضنا، ما هي السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر، اغتسال وطهر. قال ويدهن من دهن العطور أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، كناية عن التأخر، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له. شايفين هذه؟ ثم يصلي ما
ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام قال إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طب وين السنة المنسية؟ إنه إحنا شو بنعمل؟ فقط نصلي ونجلس ونذكر الله ونقرأ سورة الكهف أو غير ذلك، وإن كانت هي يعني أمور مسنونة، ولكن السنة المهجورة ألا وهي الصلاة في ذلك الوقت. طب يا شيخ ما أنت قلت لنا الصلاة في هذا الوقت عندما يقوم قائم الظهيرة يعني منهي عنه، إلا في هذا الوقت اللي هو في يوم الجمعة. يقول فنتبه إلى صلاة ما كتب له الرواية ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل، يقول خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام ولانتصاف النهار. يعني اللي بيمنعنا اللي منع هذا الرجل من استكمال صلاته ما هو؟ خروج الإمام ووقوفه على المنبر لانتصاف النهار، والله تعالى أعلم. طيب وأما المكان، هل ذكرنا الزمان اللي هو وقت صلاة الجمعة، طب المكان، فالمكان شو بتتوقع؟ مكة زادها الله تعظيما وتشريفا، فمكة فلا تكره فيها الصلاة في أي شيء من هذه الأوقات، في أي وقت لك أن تصلي وتطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. والصلاة المنهي عنها مسألة مهمة جدا، والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق، هذه اللي كثير من الناس عم يخطئوا فيها. الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له، فيجوز في هذه الأوقات مثلا قضاء الفوائد. يعني مثلا تذكرت أنه أنا مش مصلي مثلا صلاة الفجر، وتذكرتها متى؟ عند قائم الظهيرة في الوقت المنهي عنه، هل يجوز لي أن أصليها؟ طبعا فليصليها إذا ذكرها. لماذا؟ قال الفقهاء لأنها صلاة لها سبب شرعي. طيب أنا في ذلك الوقت اللي هو عند انتصاف الظهيرة يعني أجتني الحمية وبدأت أصلي لله ما كتب الله لي، بقول لك طب ما النية التي يعني اعتمدت عليها؟ قال ركعتين لله، بقول له لا، الأصل فيك أن لا تصلي إلا إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب كقضاء الفوائد إذا كانت فريضة، أو كانت نافلة لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك الصلاة. طبعا هل يجوز قضاء السنن؟ طبعا يا إخوانا يجوز قضاء السنن، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر اللي هو في الوقت المنهي عنه، فإذا يجوز لي أن أقضي الوتر ويجوز لي أن أقضي السنن، وذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء، يعني بعد الوضوء في أي وقت كان حتى لو في وقت كراهة. نعم، ليش؟ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، احكي لي أحسن عمل كنت تسوي في الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يكمل الحديث فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أبي كان أهل الجهاد أكيد. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي، إيش هو العمل؟ أني لم أتطهر طهورا، توضيت أو اغتسلت أو غير ذلك في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. سنة جميلة، شو رأيكم نعملها؟ بعد كل وضوء نحاول أن نصلي. الشاهد من هذا الحديث أنه كان يصلي في أي وقت،
فهمت علي؟ فإذا هذه صلاة لها سبب. طيب صلاة تحية المسجد مثلا، قال وتجوز تحية المسجد أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب لو كان الوقت وقت كراهة؟ نعم، وإن كان الوقت وقت كراهة جاز لك أن تصلي تلك الركعتين. هذه مسألة خلافية راح نذكرها بطولها بعضها، فهمت علي؟ منهم من رجح أنه كما ذكرت الآن في المسألة، فهمت علي؟ إذا دخل الإمام يقطع الصلاة، فهمت علي؟ والمسألة سآتيها بإذن الله. النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، إن شاء الله لن أطيل، لأنه كما اتفقنا في المرات السابقة، في المرة الماضية تحديدا، بأنه إن شاء الله تعالى درسنا لا يتجاوز 50 دقيقة، هذا يعني بمجموعه بإذن الله تعالى. إن شاء الله العشاء سيكون قبل العشاء بإذن الله تعالى. النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، شو المسألة؟ عن يسار مولى ابن عمر قال رآني ابن عمر رضي الله عنه، رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال ليبلغ شاهدكم شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. شو يعني؟ طلع الفجر، أذن الفجر، ما في صلاة إلا ركعتي إيش؟ سنة الفجر، لا تطوع في هذا الوقت، ما قبله اجتهد فيما في في فيما قبله من هذا من هذا الوقت. أما طالما طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي السنة. أيضا النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة، أقاموا الصلاة ورجل قائم بذاته ويصلي ويتطوع، نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اقطع الصلاة والتحق بصلاة الجماعة. آخر مسألة إن شاء الله تعالى وبعدها بنكون راح ندخل في باب الأذان وهو باب مهم جدا، المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، أماكن معينة نهينا أن نصلي فيها. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فالأرض كلها مسجد إلا ما استثني من هذه الأحاديث الآتية. عن جندب ابن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يا الله، يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. يا أخوان والله بدكم أعظم من هيك حديث؟ والله بتدخل في بعض البلدان يعني أنتم تعلمون بها، يعني بدع ما أنزل الله بها من سلطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. رح يقول لي واحد منكم طب ما قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد النبي. أخي الكريم، القبر ليس في المسجد، وإنما عندما وسع المسجد شمل القبر، وإنما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تربط هذه بتلك. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. أوضح من ذلك. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أجلكم الله. أيضا آخر حديث، وعن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، مبارك الإبل، فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، أماكن الغنم، فقال صلوا فيها فإنها بركة، صلوا فيها فإنها
بركة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه جواد كريم بر غفور رحيم. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وأترك 5 دقائق للأسئلة حتى ننتقل إلى العشاء إن شاء الله تعالى.